اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج سنه اولى مطبخ في رمضان. طبعا رمضان مليان بالاكل الحادق والحلو والمشروبات، عشان كده النهارده قررت اعمل لكم صينيه بطاطا بالوايت صوص، طعمها حلو قوي وشكلها جديد. يلا نشوف الطريقه بتتعمل ازاي وبالف هنا وشفا. اعمل لكم بقى صينيه بطاطا في الفرن هتاكلوا صوابعكم وراها. زي ما انتم شايفين انا جبت هنا 3 بطاطا تقريبا حجمهم زي بعض وغسلتهم كويس جدا بالميه، وبعد كده هجيب المبشره بتاعتي واشيل كل القشره بتاعتهم. بجد يا جماعه اعملوا الوصفه دي فعلا هتعجبكم جدا، وخصوصا لو عندكم اي عزومه ومزنوقين في الوقت. هنا بقى هنبتدي نقطع البطاطا شرايح تقريبا متوسطه، يعني ولا رفيعه قوي ولا تخينه برده علشان تستوي معانا كويس. هنخلص بقى كل البطاطا وارجع لكم تاني. بعد ما قطعتها غسلتها كويس جدا تاني، وبعد كده نزلت عليها بخمس معالق كبار من السكر. ما تقلقوش هي مش هتسكر قوي، بس هي البطاطا بتبقى محتاجة سكر كتير. بعد كده هننزل عليها باربع مكعبات من القشطة، وزود كمان عليها مكعبات من الزبدة، حط مثلا 5-6 كده، بس لازم توزعوها على البطاطا كلها. بعد كده هننزل عليها بثلاث كوبايات من اللبن، طبعا على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها، بس انا هنا استخدمت 3 كوبايات من اللبن. زي ما انتوا شايفين لازم اللبن يبقى مغطي الصينية كويس علشان البطاطا تستوي معانا كويس. بعد كده دخلتها الفرن على درجة 180، هتاخد تقريبا نص ساعة لحد ما اللبن يتشرب كويس. بعد كده هنفتح عليها الشواية من الفوق عشان تاخد لون كده حلو. اهم حاجة يا جماعة اول ما تشرب اللبن تقفلوا عليها وتفتحوا الشواية على طول، وما تقعدش في الشواية الا 5 دقايق تقريبا عشان بس تاخد اللون، مش اكتر من كده. لازم صينية البطاطا يبقى فيها شوية من الصوص كده عشان يبقى جوسي وطعمها حلو. شايفين بقى بعد ما طلعت فظيعة ريحتها بقى، مش عايزة اقول لكم بقى البطاطا مستوية ازاي. طبعا ما احنا حطينا معاها قشطة وزبدة ولبن وظبطناها. جربوها وقولولي رأيكم، وبألف هنا والشفا.